وللحديث عن الدعوات التي إلى تصنيف النزاعات العشائرية على أنها أعمال إرهابية وفشل الحكومة بنزع السلاح خارج سلطة الدولة، معنا أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية شيخ يحيى السنبل. أهلا بك معنا شيخ يحيى. أهلا وسهلا بك، أحييك وأحيي مشاهدي قناة الرافدين. أهلا بك شيخ يحيى. بداية، ما هو الداعي لأن يكون لدى العشائر في العراق ترسانة سلاح بهذا الحجم من أسلحة خفيفة إلى متوسطة وحتى ثقيلة؟ عندما يغيب القانون وعدالة القضاء وتكون السلطة ضعيفة أو خانعة لجهة دون أخرى، تسعى العشائر إلى حماية نفسها سواء بالاستيلاء على السلاح أو محاولة حيازة هذا السلاح للوقوف في وجه الجهات التي ربما تستهدفها في ظل ظرف معين أو حسب أجندة تسعى إليها قوى خارج القانون والعدالة. لذلك ترى الكثير من العشائر في وسط وجنوب العراق في ظل حالة الفوضى والسلاح المنفلت وانتشار الميليشيات وعدم قدرة السلطة على الإمساك بزمام الأمور، فإن هذه العشائر أما سمحت لأبنائها بالدخول في فصائل ما يسمى الميليشيات أو للسيطرة وحيازة السلاح، وربما استخدمت هذا السلاح لمواجهة عشيرة أخرى لتصفية حسابات معينة. كل ذلك دليل على غياب القانون وضعف الحكومة وفقدان العدالة. نعم، يعني هذا السلاح خارج سلطة الدولة كيف ساهم بتهديد أمن المواطنين والدولة على حد سواء، خاصة أن هناك دعوات كما تعلم إلى تصنيف النزاعات العشائرية على أنها أعمال إرهابية؟ لا يمكن معالجة الأمر من زاوية واحدة وترك الميليشيات والعصابات تسرح وتمرح في استهداف المواطنين ومحاولة إصدار قرارات بشأن سلاح العشائر. يجب حماية المواطن من أي استهداف من قبل أي جهة غير قانونية لتطمئن العشائر بوجود قانون يحمي أبنائها. أما مصادرة أو تجريم سلاح العشائر في ظل وجود ميليشيا قسم منها أخذ الطابع العشائري، فهذا خرق كبير لأسس بناء الدولة الرصينة التي عليها معالجة ما يسمى تعدد مراكز القوى التي لا تخضع للقانون، وعليها حل الميليشيات وتفعيل دور الشرطة والجيش وأجهزة الأمن الخاضعة للقانون. أو الحكومة عندما لا تعالج سلاح الميليشيات وتغض الطرف عن جرائمه، فهي من تشجع على الإرهاب وتساهم في تفاقمه تحت مسميات شتى. نعم، كان هناك وعود للكاظمي بإنهاء السلاح خارج سلطة الدولة، يعني في أي إطار تضع هذه الوعود؟ هل تحت بند الدعاية الانتخابية أم ماذا؟ وعود الكاظمي جميعها للاستهلاك الإعلامي، لأنه عجز عن تحقيق أي شيء به سوى عقد مؤتمرات لتحقيق غايات القيادة الإيرانية بالتواصل والانفتاح على دول الجوار والعالم، لعله يحظى بولاية ثانية بمباركتها. نعم، إذن كنت معنا أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ يحيى السنبل، شكرا جزيلا لك.